مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بأبرز العناوين. غزة مقبلة على كارثة إنسانية تقول الأمم المتحدة، والاحتلال يرتكب مجازر في اليرموك والصحابة. بعد ساعات من هجوم استهدف عين الأسد في الأنبار، طائرة مسيرة تهاجم قاعدة حرير في أربيل. السوداني يصوب نحو محتالي الضرائب، 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية. من جديد مرحبا بكم، والبداية من فلسطين، حيث دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه 61، فقد واصل طيران الاحتلال قصف أحياء اليرموك والصحابة والنفق ومخيم جباليا، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال. بدورها أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 16 ألفا، والمصابين إلى أكثر من 43 ألفا منذ بداية العدوان، مضيفة أن نحو 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنها، وشمالي القطاع بالكامل أصبح دون خدمات صحية. في الأثناء حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة الذي يفوق عدد سكانه 2 مليون نسمة، الذين يعتمدون على المساعدات الخارجية مصدرا رئيسيا للعيش. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات أمرا مستحيلا بعد الدمار الهائل بالبنية التحتية، وأن استئناف القتال في القطاع سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تثقل كاهل المدنيين. لذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزارة لا علم لها بالتقارير التي أشارت إلى إعداد أعضاء في الكونغرس خطة تهدف إلى تهجير سكان غزة نحو العراق ومصر والأردن. ليس لدي علم بشأن خطة تهجير الفلسطينيين نحو العراق ومصر والأردن وتركيا. هنالك 335 عضوا في الكونغرس، أنا لا أتحدث باسم أي منهم، لكن سأوضح ما هو موقف الولايات المتحدة الذي أوضحه الوزير بلينكين، وهو أننا نعارض أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني. أفاد مصدر أمني بأن هجوماً بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة حرير التابعة للتحالف الدولي في محافظة أربيل، وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في الساعة 11:30 صباحاً، وقد أسقطت الطائرة خارج القاعدة، فيما لم يقدر حتى الآن حجم الخسائر البشرية والمادية. إلى ذلك أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة هاجمت قاعدة عين الأسد في الأنبار، وذلك بعد يوم واحد من القصف الأمريكي في كركوك الذي أودى بحياة 5 عناصر ينتمون لفصيل عراقي مسلح. وبين المصدر أن طائرة مسيرة استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى دولية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق ارتفاع عدد الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى 75 هجوما. دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى مضاعفة الجهود من أجل خدمة العراقيين والارتقاء بالبلد. الحكيم قال إن التجارب التي خبرناها لعقود عديدة يجب أن تكون رصيدا لمواصلة المشوار ومجابهة التحديات والخطوب لتحقيق أفضل النتائج وتجاهل المنغصات التي تعودنا تجاهلها. ودعا الحكيم إلى عدم الالتفات إلى الوراء إلا للعبرة والاعتبار، وتحويل المحنة إلى منحة، والتحدي إلى فرص حقيقية بغية تحقيق ما هو أفضل حسب قوله.
انتخابيا، أكد كل من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في لقاء لهما أكد ضرورة التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية لملاحقة كل من يرتكب أفعالا مخالفة للدستور والقانون من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية. وبحثا خلال اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وجهود الحكومة في التهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 من كانون الأول الجاري. إلى ذلك، أفاد مصدر أمني أن قوة أمنية فتحت النار على 3 أشخاص أثناء محاولتهم تمزيق ملصقات دعاية لمرشحين في منطقة الثعالب شمالي بغداد. وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة 2، فيما تمكنت القوة من اعتقال 3، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصابين قدما شكوى بحق أفراد القوة الأمنية. لذلك، قررت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة توقيف مجموعة خارجة عن القانون اعتدوا على صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية. وذكر بيان أن القوات الأمنية قبضت على مجموعة مكونة من 12 متهما في مناطق شرق القناة لاعتدائهم على مقر الأحزاب وحرق وتمزيق صور المرشحين للانتخابات. اقتصاديا، أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق أنه بحسب بيانات المركز التجاري الدولي فإن حجم المستوردات العراقية من الآلات والسلع في العام 2022 بلغ 42 مليار دولار، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء لأن المبلغ المسجل لديها بلغ 16 مليار دولار، ما يعني أن هنالك أكثر من 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية والجمركية. وبيّن السوداني أن جزءا كبيرا من مشكلة النظام المالي والمصرفي في البلاد سببه التهرب والتحايل والالتفاف من قبل تجار ورجال أعمال على النظام الضريبي، وبين أن بعض رجال الأعمال يذهبون إلى السوق الموازي ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية في البنك المركزي لتجنب الذهاب إلى الضريبة أو التحويل المالي من خلال المصارف بشكل رسمي والامتثال لمعايير الدولة في التحويلات المالية. الواقع بصراحة واقع مؤلم في البلد. من خلال إصلاحاتنا اللي قمنا فيها في الجانب المصرفي والمالي، جزء كبير من المشكلة هو التهرب والتحايل والالتفاف من قبل تجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي، بحيث يذهب إلى السوق الموازي ويترك السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية في البنك المركزي لتجنب الذهاب إلى الضريبة أو القيام بالتحويلات المالية من خلال المصارف بشكل رسمي والامتثال للمعايير الدولية في التحويلات المالية. في قراءة لبيانات وزارة التخطيط لعام 2022 جهاز المركز للإحصاء، إجمالي المستوردات لعام 2022 حسب بيانات مركز التجارة الدولي يؤشر إلى 42 مليار دولار حجم المستوردات من آلات وسلع ومنتجات، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 16 مليار دولار. هذا شو يعني؟ يعني أنه 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية والجمركية. فعلينا أن نتخيل حجم الهدر في الإيرادات المالية. هذا من جانب، من جانب آخر بشكل غير مباشر إلى تأثيرات كارثية على الصناعة، على الزراعة، على التجارة.
من جهته أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون استمرار جهود الهيئة في محاربة الفساد واسترداد الأموال. في كلمته باحتفالية أسبوع النزاهة الوطني، دعا حنون البرلمان إلى تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لدعم جهود الهيئة في القضاء على آفة الفساد. تفاعلاً مع البرنامج الحكومي الذي وضع مكافحة الفساد أولوية الأولويات، وفي ظل دعم حكومي وبرلماني وقضائي، وكذلك لتهيئ لمعركة الفساد التي قارب موعدها، ومن مستلزماتها تشريع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، والذي سيجعل من هيئة النزاهة الاتحادية جندياً فاعلاً بشكل أكبر في تلك المعركة من خلال أهم خمس وسائل مهمة تضمنها التعديل. بغداد وأربيل تبحثان مسارات طريق التنمية والأهمية الاقتصادية للمشروع ونقطة الربط الحدودي مع الجانب التركي. المزيد في هذا التقرير. مسارات طريق التنمية والأهمية الاقتصادية ونقطة الربط الحدودي مع الجانب التركي كانت على طاولة المباحثات في بغداد بين وزارة النقل الاتحادية ووزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم، حيث سيعزز هذا المشروع الجانب الاقتصادي العراقي من خلال الشحن البري والسكك من دول الخليج العربي وآسيا مرورا بتركيا ودول أوروبية. فيما يخص موضوع إقليم كردستان، طبعا الفائدة كبرى. ليش؟ لأنه المعروف عن إقليم كردستان الأمان والاستقرار الاقتصادي والتنموي، فلهذا راح تشوف الشركات والدول اللي راح تتشارك في طريق التنمية راح تخلق مركز، شلون نقول، مخازن وشركات في داخل الإقليم. تبلغ التكلفة التخمينية للمشروع 17 مليار دولار، ويمتد من ميناء الفاوي في البصرة مروراً بعشر محافظات عراقية إلى أن يصل إلى معبر في شخابور الحدود مع تركيا على بعد أقل من 10 كيلومترات من مدينة زاخو. كما ستكون لإقليم كردستان محطات في المشروع من خلال مد شبكات التغذية للمشروع الرئيسي. أهمية جدا كبيرة اقتصاديا لاقتصاد العراق واقتصاد الإقليم، لأنه راح يفتح أبواب عمل للشباب وإضافة إلى أنه كمردود اقتصادي جيد. ومع تنفيذ طريق التنمية الذي يبلغ طوله أكثر من 1200 كيلومتر، سيسهم هذا المشروع في نقل 15 مليون مسافر سنويا ونقل 3.5 مليون حاوية من البضائع، فضلا عن توفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب العراقي، فيما تقدر عائدات المشروع ب4 مليارات دولار سنويا. مشروع ربط البري والسكك سينفذ على 3 مراحل، كان على طاولة حوار مهم بين بغداد وأربيل. هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي سيكون رافدا مهما اقتصاديا للبلاد. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. قوات مجهولة تدهم ثانوية كلية بغداد للمتميزين في الأعظمية وتهدد سياجها التاريخي الذي تجاوز عمره 90 عاما. المزيد في هذا التقرير. تم اعتداء علينا بالدونكيات، ضرب سلاح بالوجه والنتوات، وانتقلوا طالبين من عندنا. ضرب واعتداء على الطلبة والكادر التدريسي، فضلا عن اعتقال حارس المدرسة، بعد ان قامت قوات بدهم ثانوية كلية بغداد للمتميزين في الأعظمية، احد اشهر وافضل المدارس في العاصمة، وهدم سياجها التاريخي الذي تجاوز عمره 90 عاما. تفاصيل الحادثة يرويها الطلبة وذووهم للفلوجة. اللي صار هو جاب الشفرات هدبوا سياج المدرسة، وهالشي يعني لا عصات يدور يستولون على الملجأ والأراضي يدور يأخذونها لهم. رحنا طلبنا بأوراق أمنية، شيء يثبت إنه هذا الشيء راح يسوي يعني أمني أو موقع تدعو إنه هي الدفاع البديهي. ما لا أوراق أمنية ولا أمر،
أنا كطلاب لك ولا هالشيء صار مدرسة ثانوية كلية بغداد. الأثر اللي تركت هذه التجاوزات على الطلاب، تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وبطريقة همجية وبطريقة العفرة، وطلاب ينضربون، وكذلك التجاوز على الكوادر والحارس اللي دافع عن هذه المدرسة باعتبار جزء من مهامه ودوره إنه داخل المدرسة. هذا التجاوز اليوم العوائل والأولياء الأمور داخل المدرسة يحضرون بالدفاع عن هذه المدرسة واللي أثرها التاريخي وعمرها اللي أكثر من 91 سنة. ثلاث طلاب تم اعتقالهم وتم اعتقالهم وضربهم وكسر هواتف الطلاب اللي تصوروا. متنفذون ومستثمرون مدعومون من أحزاب يقفون وراء هذه العملية، يقول أهالي الطلبة ووجهاء الأعظمية الذين طالبوا رئيس الوزراء بضرورة التدخل العاجل ونقل ملكية الأرض إلى وزارة التربية لحماية الكادر التدريسي والطلبة الذين أصبحوا ضحايا عمليات الترويع المتكررة في هذا الصرح العلمي. هذا مؤشر خطير على أنه هناك تجار عقارات يحاولون اقتضام ما يمكن اقتضامه من المساحات في منطقة بغداد وتحويلها إلى تحت عنوان الاستثمار إلى مجمعات سكنية ومولات وأسواق. نحن نرفض الاعتداء على هذا الإرث التاريخي والشاخص العلمي اللي هو ثانوية كلية بغداد، بالإضافة إلى أنه أريد أوجه كلمة على رئيس الوزراء أن يتدخل فورا لتشكيل لجنة تحقق في هذه المسألة. يا حبذا نقل ملكية الأرض من وزارة المالية، يعني هي يقولون عائدة لوزارة المالية، إلى وزارة التربية. وعلى مود نتجاوز هاي حالة إنه تكرار هذه الأحداث ويومية ويتجاوزون على طلبة وأساتذة. بعد أن هدمت دور العبادة وهجر الموتى جاء الدور على دور العلم، وهو ما يؤشر وضعا خطيرا في العراق إن لم تكن هناك حلول عاجلة لإيقاف هذه الانتهاكات. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. في يوم التربة العالمي تعيش محافظة ديالى أزمة مائية حادة أدت إلى تعرض نحو 80% من الأراضي الزراعية فيها للتلف. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تتجاوز الأراضي الزراعية في ديالى 500 ألف دونام تضرر منها نحو 80% بعد شح المياه، لتكتفي المحافظة بخطة زراعية 20% فقط. أزمة جفاف تعيشها ديالى منذ 4 سنوات أدت إلى تغيير مناخي وتضرر أغلب الأراضي الزراعية. السنة الرابعة على التوالي خطة شتوية ما ينطونها، خطة صيفية شتوية ما ينطون إلا 20%، فهذه ما يكفي، فصاب الضرر في محافظة ديالى بسبب الجفاف وقلة المياه اللي أثر على الأراضي في محافظة ديالى أكثر من أدنى من أكثر من 500 ألف دونم، ضرت 80%. تعتمد المحافظة على نهر ديالى بنحو 80% في سقاية المزروعات، وبعد قطع روافد نهر سيروان المغذي الرئيسي لبحيرة حمرين والأنهر الفرعية من دول الجوار، انخفضت نسبة الإطلاقات لهذا النهر الحيوي ب 95% وفي بعض الأحيان بشكل كامل، مما حول الأراضي الزراعية القريبة على ضفافه إلى أرض جرداء. احنا حقيقة نهر ديالى يعتبر المصدر الرئيسي للمحافظة، بحدود 75 إلى 80% تعتمد عليه المحافظة. باقي المصادر المائية اللي إن كان نهر دجلة وسد العظيم كذلك، والإيرادات المائية اللي تجينا من الوديان الشرقية في غزاني ومندلي يعني تشكل النسبة المتبقية. وتعتبر تربة ديالى من أكثر المحافظات العراقية التي تعرضت للتلوث البيئي وأصبحت حاضنة للأمراض الانتقالية بعد انخفاض نسبة المياه في الأنهر وارتفاع نسبة الأملاح والعكور الملوثة للأراضي الزراعية والمحاصيل. معظم أنهارنا هي أنهار طينية، خصوصا الأنهار الرئيسية، مو أنهار خلينا نقول مصبوبة. الأنهار الطينية هذه من تنزل من مناسيب المياه وما بها مياه جارية كافية، الأملاح اللي في التربة تبدي وين توصل المياه التربة، فبالتالي تزداد نسبة العكورة ونسبة الملوحة في الماء. ويأمل أهالي ديالى أن تضع الجهات المعنية الحلول للحفاظ على حصة العراق المائية و
وإعادة الحياة للأراضي الزراعية في اليوم العالمي للتربة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. مع بدء موسم الطيور المهاجرة وانتعاش البادية، تزداد الرحلات السياحية إلى السماوة مع توافد الصيادين من الخليج وسط دعوات للحفاظ على البيئة وعدم ممارسة الصيد الجائر. المزيد في هذا التقرير. صحراء مترامية الأطراف، هكذا كانت بادية السماوة الجنوبية بمرور مواسم الجفاف عليها بقسوة بلا أمطار لسنوات عديدة، إلا أنها سرعان ما انتعشت وتحولت إلى واحة خضراء بعد أول موجة أمطار في الموسم الحالي، لتصير متنفسا طبيعيا ومقصدا للسائحين من مختلف المحافظات ودول الخليج. لاحظنا خلال الزيارات الميدانية انتعاش في مناطق كثيرة في البادية الجنوبية، لا سيما بعض المناطق وخصوصا المحميات الطبيعية التي من الممكن التحول إلى منتجع سياحي لأبناء المحافظة وكذلك للسواح من العراق وخارج العراق. نتأمل خير إن شاء الله في قادم الأيام، هنالك عدد يعني كميات من الأمطار. تتنوع فيها الطيور والنباتات الطبيعية ذات المنفعة العلمية والطبية، فضلاً عن جمال مناطقها الخضراء الخلابة. وبحسب مركز أبحاث البادية، فإنها من الممكن أن تدر منافع اقتصادية تنعش محافظة المثنى إن استثمرت سياحياً كمحميات طبيعية وسط دعوات للحفاظ عليها وعدم الصيد الجائر. طبيعة الأرض تكون عبارة عن أرض خضراء، وعندنا عدة عندنا فيضات، هي فيضة الرفاعية، فيضة الزهرة، فيضة الهدانية. هذني مناطق راح تلاحظها أنه تكون خلال هذا الموسم، وخصوصا إحنا السنة موسم أمطار، فتلاحظ أنه تنتشر النباتات الطبيعية كأنما أنت زارعها بصورة طبيعية. أما ما يعيق هاي العملية هو الصيد الجائر وبدون مراقبة الدولة وعدم وجود شرطة خاصة بالسياحة. تحتوي بادية المثنى على الكثير من النباتات، أغلب هذه النباتات هي نباتات طبية ويمكن استثمارها في الجانب الطبي، يعني ممكن أن نعتمد عليها كمصادر للعقاقير الطبية، وبذلك يكون هم مردود اقتصادي حقيقة للمحافظة بصورة خاصة وللعراق بصورة عامة. وتشهد بادية السماوة استقراراً أمنياً ما جعلها محط اهتمام لدى شركات استثمارية لزرعها بمختلف المحاصيل الزراعية، ومرتعاً لرعاية الحيوانات، إضافة إلى العمل على ترشيد استهلاك مياهها الجوفية. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. برعاية الشيخ خميس الخنجر وبإشراف من القيادي خميس السعد، اختتمت بطولة السيادة لكرة القدم في مدينة الرمادي التي استمرت لثلاثة أسابيع وبمشاركة 12 فريقا. وشهد المشاركون بالدعم المقدم من قبل الحزب لفئة الشباب، مؤكدين دعمهم لمرشحي حزب السيادة. وشهد حفل الاختتام توزيع جوائز قيمة بهدف رعاية الشباب ودعم النشاطات الرياضية في محافظة الأنبار. اختتمت مساء هذا اليوم بطولة السيادة لكرة القدم برعاية الأمين العام لحزب السيادة الشيخ خميس الخنجر المحترم، وبإشراف مباشر من قبل القيادي في حزب السيادة الدكتور خميس السعد. واستمرت هذه البطولة لمدة 3 أسابيع وبمشاركة 12 فريق، وبالتالي والفرق والجماهير كانت وما زالت داعمة لحزب السيادة ولمرشحي حزب السيادة. نشكر السيد الشيخ خميس الخنجر لدعمه الرياضة والشباب في محافظة الأنبار، وقامت دورة في مناطق غرب الرمادي دعما للشباب، وتكون الأنشطة الرياضية مستمرة وبدعم وجهود من الشيخ خميس الخنجر. نشرة تأتي لكم أبرز ما جاء فيها. غزة مقبلة على كارثة إنسانية، تقول الأمم المتحدة، والاحتلال يرتكب مجازر في اليرموك والصحابة.
بعد ساعات من هجوم استهدف عين الأسد في الأنبار طائرة مسيرة تهاجم قاعدة حرير في أربيل. السوداني يصوب نحو محتالي الضرائب 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الجمركية. مشاهدينا النشرة انتهت، إلى اللقاء.